هذه الحكومة يعني عاجزة عن أن تقوم بأي عمل يعني منتج وبأي عملية إصلاح يعني يتوق إليها اللبنانيون أو الشارع اللبناني. يعني أعتقد أن كل المحاولات التي تقوم بها هذه السلطة من أجل الالتفاف على هذه الثورة وعلى هذا الحراك الشعبي الكبير، أعتقد أن مثل هذه المحاولات لن تنجح. الثورة حددت الثوابت المعتمدة من قبلها وأكدت بأنه لا مجال للتفاهم أو للتعاون مع مثل هذه الحكومة أو مع مثل هذا العهد أو مع مثل هذه السلطات المختلفة. المطلوب هو بحسب ما تريده هذه الثورة أو الشعب اللبناني بكليته، هو إقالة رئيس الجمهورية أولا وإسقاط الحكومة وحل المجلس النيابي، ثم تعمد هذه الثورة من أجل تشكيل حكومة من أبنائها ومن مناضليها تشرف على وضع قانون انتخابات جديد، ومن ثم إجراء انتخابات نيابية على أساس قانون معتمد من قبلها، وبعد ذلك تلجأ إلى انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة بإمكانها أن تقوم بكل العمليات الإصلاحية التي يتطلع إليها اللبنانيون.